de partie n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons, c'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien du tout, mais qui ont dit en langue en voyant. خلي بالك من اللي انت شايلاه، لانك ممكن تقضي اللي جاي من عمرك كله بتخدمي هنا ببلاش على ما تقدري تسددي ربع ثمنه، فاهمه؟ امين انت لازم تساعدني، انا مش عارفه اتلام على نظم دقيقه واحده، لازم احكي لها على اللي هيحصل. عملت عنك انت، روح فهم امك ان انت مالكش دعوه باللي فيا، ولا تحب اقول لها انا؟ طب بالراحه بس، تعالي ناجل الموضوع ده بعدين يا رب. انا بجد تعبت وما عدتش فاهمه هي بتعمل معايا كده ليه. كويس ان انا بكره نص يوم عشان اغور من وشها قبل ما تجيب اجلي. هتشتغل عليك يا ولد، ارد الحاجات دي فين؟ هنا. امين لم الطباق وخليهم يعملوا لي فنجان قهوه. يعني انت يا حبيبتي مش قادره تيجي على نفسك تشربي اللبن؟ انت دلوقتي ما بتاكليش لواحد، انت بتاكلي لاثنين. ما بحبش ريحته يا حسن. علشان جاموسي، بس صدقيني الحمل ممكن تعيش عليه هو لوحده بس. وبعدين ده طازه، ماما جايبه لك من الفيوم. امين تعالى خد اللبن ده. تحت امرك. انا هسيبكم وانزل اتمشى شويه، وهي فرصه انك مش لوحدك. وانا حاسس ان انت اتحسنتي مش كده؟ اه ايوه كده، خليك شاطر وما تغلبش ماما. وبعدين لو سبت ماما تنام بالليل وما رفضتش هجيب لك هديه، ماشي؟ خلاص يا حسين، ممكن تشوف كنت هتعمل ايه؟ حاضر، عن اذنكم. اراهنك هيرجع من الرحله دي جايب لك ورده. وردتين، واحدة ليكي واحدة للبيبي. باردون يا حبيبتي، باردون. يا ترى باردون دي على ايه؟ على الاستخفاف بعدي وقلة حالتي؟ ولا على الموقف اللي حضرتك حطاني فيه؟ أنا بحاول أكره نفسي كل يوم في الراجل ده، وأستمتع وأنا بستقوى عليه عشان اتفرج قد ايه هو ضعيف قدامي. عارفه ليه؟ عايزه اكرهه قبل ما هو يكرهني. لا، وبحاول اصدق كمان ان هو ما يستاهلنيش، عشان متاكده انه في اي لحظه هيسيبني لما يعرف الكذبه العظيمه اللي احنا كاتبينها عليه. حبيبتي يعني ليه ما تحاوليش تحببي نفسك فيه؟ خصوصا انه بكتير وبعد 6 أشهر هتجيبي لولي العهد، ويا رب يا رب يكون ولد. هو مين ده اللي يطلع ولد؟ المولود اللي انت هتديه لإحسان. وده هنجيبه منين بقى؟ ايه مش واثقه فيا؟ لما اقول لك هنجيبه يعني هنجيبه. هنجيب الولد ازاي يا ماما؟ في واحده مسكينه كده اتجوزت وجوزها مات، كانت حامل، راحت للداية علشان تجهد، فأنا قلت نكسب فيها سوا. تضمني منين إن هي ما تحاولش تجهده تاني؟ أو بعد ما تديهولنا تحاول تاخده مننا وترجع في كلامها؟ مش هترجع في كلامها. تعرفي ليه؟ إنها أولاً ما تعرفش الولد رايح لمين، وبعدين قدام كل الناس
الولد هيطلع من هنا من الأوضة دي ابن إحسان بركات. تبقى تروح تدور عليه. لما حضرتك عارفة ومخططة لكل ده شايفاني بتعذب قدامك وقلتليش ليه؟ ليه كنتي مستخسرة تطمنيني؟ عرفتي بقى ان انتي مش حاسة بيا؟ وسهلا يا حضرة الصاغ. صباح الخير. صباح الخير. الظاهر انك حبيت القهوة عندنا. للأسف أنا مش جاي الضيف. أنا جاي عشان في بلاغ متقدم بخصوص عاملة كانت شغالة عندكم هنا في الأوتيل. يا ترى عارفها؟ لا ما أعرفش حضرتك بتتكلم عن إيه. بس ده ما يمنعش إني أعزمك على القهوة عندي في المكتب وأشوف أقدر أساعدكم إزاي. اتفضل. عشان كانت مقصره في شغلها يا شريف بيه. مش غريبه ان واحده لسه مترقيه تقوم مقصره في الشغل بعدها كده على طول؟ حصل يا فندم. مقصرت في امانتها وسرقت. اه بس اللي فهمته من فخر هانم ان السرقه ما تمتش هنا. واللي فهمته من فخر هانم لما حضرتك كنت قاعد معاها كبوليس ولا كضيف؟ انا فاكره ان حضرتك كنت قاعد معاها كضيف يوميها. عموما مش عايزين نتعبك اكتر من كده. الموضوع ده كان مجرد إشاعة، واحدة حقودة من الخدم. هقول إيه؟ وبما إن هما جابولنا البوليس لحد هنا يا مراد، اتفضل قول له الحقيقة. يا شريف بيه ما سرقتش فخر هاني، دي سرقتنا إحنا. أول ما اترقت كانت مسؤولة عن المخازن، وفي يوم من أيام الجرد اكتشفنا إن هي كانت بتسرق الخمور عشان تبيعها أو يمكن عشان تشربها. المهم انها سرقت. ما قدمتوش فيها بلاغ ليه؟ علشان ما بنحبش الشوشره الرخيصه. ما احنا بقى الشوشره الرخيصه اطلاقا. دي الاشاعه اللي رخيصه. وكنا متاكدين ان الموضوع ده هوت مش هيطلع بره نطاق الخدم، فما حاولناش يعني نصلحها. امال فين الزي بتاعها؟ هتكون سلمته. أنا بصراحة مش فاكرة هي مشيت إمتى ولا كان شكلها إيه؟ آه بس ممكن نسأل رئيسة الخدم. طبعًا تقدر تسأل. استدعي أهلي هنا من فضلك. عشان كمان محتاج أسألها عندها. سهل اللي يسرق خمور يسرق هدوم برضه. والدم اللي عليه؟ ده على حسب لقيته فين يا حضرة الصاغ. جالي لحد عندي في المكتب. تبقى تدور على اللي جابهولك سيادتك. بالظبط يا اسمة تاني. تدور على اللي جابهولك. قول لي بقى ان انت ما كانش ليك دعوه ان الصاغ شريف جه دلوقتي. لا ليه؟ وكنت بحاول اشاور لك من الصبح علشان اقول لك ان انا هعمل كده، بس انت كنت قاعده مع مراد. بيه اسمه مراد بيه، ولا انت خلاص ما بقتش قادر تقولها من كتر ما انت شايفه مجرم؟ هو انت بتشجعيني على حاجه وبعد ما اعملها تعملي عليا ثوره؟ انا اقنعتك ان مراد مجرم؟ انا ما بتكلمش على كده. انا بقول انك اقنعتيني اني اروح للبوليس، واديني رحت للبوليس. انا قلت لك روح شوف اختك فين، مش تروح تتهم خطيبي انه قتلها. يعني انت كنت واقف قدامي النهارده الصبح وباصص لي، وانت عارف انك رحت تبلغ عن مراد وما قلتليش. هو انت بتتعاملي معايا كده ليه؟ وغلاوة أختي عندي اللي أنا بعمل كل ده عشانها، أنا معرفش أنا مضيت على إيه. أنا ما عنديش مشكلة إن مراد يتسأل، أنا عندي مشكلة إن أنت ما قلتليش. إيه دي؟ أنا كدبت على الصاغ شريف وما قلتلوش إن أنا شفته مراد بيحرق هدومه. متشكرين، بس أنت مش لازم تتستر على مراد.
انا متاكده ان هو قاعد مع الصاغ شريف دلوقتي وبيقول له كل حاجه عشان هو ما عندوش حاجه يخبيها، وان اختك هي اللي خيالها واسع وهي على حساب مراد وهو ما يعرفش. وعلى العموم انت خلاص مش لازم ان انت تنتحل شخصيه فؤاد الجرسون ولا احمد الزهيري، عشان خلاص الموضوع بقى كله في ايد البوليس. شرفت حضرة الصاغة. عن إذنك. اتفضل. أنا يا مراد تجيب لي البوليس يحقق معايا في جريمة قتل؟ أنا؟ أنا كنت فاكراك راجل. طلعت مراهق. لا يمكن أجوزك بنتي. بس متهيألي ما أنا تخلصت من الهدوم دي بنفسي. ده أنت كمان كنت مخبيها هنا. لا طبعًا. ماهر الكلب هو اللي جابها لي على المكتب. بس انا تخلصت منها فورا بره الاوتيل. هو ايه اللي عرفه انك انت ليك دخل بالموضوع؟ طبعا خبائك. لا طبعا، ماهر ما يعرفش انها تخصني. ماهر كان بيهددني بيها علشان سمعه الاوتيل، وكان كل همه الفلوس، ومش مهم ابدا يا اسمه تاني ما ولقاها فين. المهم ان هو ما لقاهاش عندنا هنا في الاوتيل تبقى ما تخصناش. اسمه تاني ما انا عارف كويس قوي انا بعمل ايه امتى وفين، بس عمري ما توقعت ان ماهر ده يكون ورا كل اللي بيحصل. تقدر تقول لي مين اللي وداه للبوليس؟ واضح جدا ان شريف وقعت في ايد الهدوم دي وهو ما يعرفش عنها اي حاجه تانيه. والدليل على كلامي ان هو ما وجهليش اي سؤال. اسمع تاني، ما انا باكد لحضرتك مره تانيه ان محدش كان يعرف حاجه عن الموضوع غير ماهر. وهو راح. يبقى لو شريف بيه عايز يوصل لأي حاجة بقى يسأل ماهر الله يرحمه. خلاص حكيت للصاغ شريف على كل حاجة عشان نخلص بقى من الموضوع ده؟ موضوع ايه؟ موضوع ضحى. مين قال لك انه كان جاي عشان ضحى؟ امال كان جاي عشان ايه؟ كان جاي عشان واحدة تانية خالص كده هربت قبل انت ما ترجعي. عمري ما سمعت عن الموضوع ده. نازلي احنا بنعمل مجهود كبير جدا عشان نقدر نحافظ على سمعة ومكانة الاوتيل، وكتير بتقابلنا مشاكل وبنتحط في مواقف صعبة وناس بتسرقنا، عشان كده انا مش بحب انك تنزلي تحت عند الخدمة، عشان عمر ما في واحدة زيك بتربيتك وتعليمك وافكارك تقدر تكتشف ألعاب. احنا حاجة وهم حاجة تانية. يعني هو ما كانش جاي عشان موضوع ضحى؟ لا طبعا. عندي تليفون مهم. أنا هقعد آكل. كان نفسي نتغدى سوا. بعد إذنك. دي مذكرات ضحى. مش محتاجها خلاص يعني. ده لبن جاموسة بيقولوا مفيد للحوامل قوي، ولاد الأكابر بيشربوا كده، وانتي مش أقل منه، وإن شاء الله ابنك هيتغذى زيه. أنا هبقى أعرف أنا الهنا بتاكل إيه بالظبط وأجيب لك زيها، بس نبتدي ده الأول. يلا. وأنت إزاي ابن البطن اللي جابتك؟ مش كنت امك تبقى زيك؟ مين؟ بقول لك ايه يا مين؟ مش هيبقى افضل برضه لو طلعت شميت شويه هوا؟ هكون احسن. يلا. حضرتك بعتيلي؟ جوزك بقى نائب المدير. افندم. وهو ازاي يوافق على حاجه زي كده من غير ما يقول لي؟ لا، انت اللي هتقولي له وهتخليه يوافق كمان.
انا عملت كده علشان خاطرك بس، انما انت عارفه كويس قوي ان هو مش قدها. يعني واحد كان المفروض يبقى هو مدير الاوتيل، عايزين انا اللي اروح له واقنعه واقول له حبيبي ممكن تتبسط عشان انت هتبقى نائب المدير. عندك حق، خليه قاعد جنبك. يعني ايه نائب المدير؟ يعني بتنوب في كل حاجه، وبكره لما يتجوزوا ويطلعوا شعر عسل تثبت نفسك، ماما تحس انك قدها، ومش بعيد يرجع لك انت المدير. طيب يا امال خلينا نفكر، واول الشهر يبقى حلال حلال. اول الشهر ايه يا حسين؟ انت هتلبس وتنزل معايا دلوقتي حالا، ولا عايزه تغير رايها؟ لا يا امال اسمحي لي، دي تبقى قله قيمه. في حد ينزل شغل قرب الليل كده؟ توصلني عند متفخر وبعدين تستأذن تروح على شغلك، وبكده الأوتيل كله قبل العشاء يبقى عارف انك بقيت نائب المدير. اهلا اهلا يا امال. بونسوار يا طنط. بونسوار، لسه كنت بفكر بيني وبين نفسي ما كنتيش باينه ليه النهارده. سعيده يا فخر هانم. اهلا اهلا يا احسان. معلش اصلي كنت مشغوله شويه مع احسان. احسان يا حبيبي روح انت بقى على شغلك عشان ما تتاخرش، مش عايزه اعطلك اكتر من كده. شغل؟ شغل ايه ده؟ ايه ده يا طنط، هو حضرتك ما تعرفيش؟ مش احسان بقى نائب المدير العام للاوتيل؟ مبروك يا احسان، تعالى هات بوسه بسرعه. فرصه عظيمة علشان نعمل احتفال ونحتفل بيك ونشرب شامبين. أكيد يا طنط هنحتفل طبعا، بس مش دلوقتي عشان ما يتأخرش على شغله. يلا يا حسين عشان ما يتأخرش. يا بخيلة، ده على حسابي. طيب والله فكرة جميلة جدا، فكرة الاحتفال دي. كده كده العشاء قرب ينزل واليوم بيخلص، وبكرة يوم جديد، ولا إيه يا أمال؟ أوكي. شوباني الهان. شامبانيا دي رايحة فين؟ الفخر يا هانم. يعني النزيل بأي حق بتعزم بيها؟ بحال خيال. خيال حضرتك يبدأ لما تخلص ورديتك، دلوقتي حضرتك في وقت الشغل. صح. الله عليكم يا ولاد، كتروا في اخباركم الحلوه علشان نكتر في احتفالاتنا. الاحتفالات الحقيقيه يا هانم هتحصل لما ولي العهد يشرف. ما تتخيليش يا فخر هانم احنا مستنيين قد ايه. ابويا كان دايما بيقول لي الخلف ونس. في صحتك يا احسان، في صحه كل لحظه حلوه بنقضيها مع بعض، وبتبقى ذكرى جميله تفضل معانا لما نكبر في السن. تشيرز. تشيرز. بونسوار. بونسوار. ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبتي. تحب حضرتك اجيب ازازه ثانيه؟ كمان نص ساعه، اصل انت ما تعرفش لما بزودها ببقى خطر. بس الحقيقه شغلي المفروض يخلص دلوقتي، لكن ما عنديش اي مانع اكون في خدمه حضرتك لو حضرتك عايزه حاجه. لا لا، بدل شغلك هيخلص دلوقتي يبقى ما تبقاش في خدمتي، لكن ممكن تبقى في ضيافتي بما اننا طلعنا معارف. تحت امر سعادتك. خير يا فخر هانم، يا ترى بنحتفل بايه المره دي؟ بتعيين احسان مساعد مدير الاوتيل، يعني علشان انت تتفرغ لامورك الشخصيه، وكمان هو يبتدي يتعود يدير الاوتيل في غيابك. ما تقعد تحتفل معانا. مبروك يا احسان. الله يبارك فيك يا مراد. بعد اذنك. مبروك يا احسان. الله يبارك فيك يا هانم. انا مش هقول حاجه لامي، واحنا اتفقنا زي ما احنا. ما قلت لك هفكر يا امين. تصبح على خير بقى. انت الخير كله يا ورد. الورد جميل. جميل الورد. بقول لك ايه؟ انا عايز النهارده اسهر واسكر واغني واعمل كلها. وتيجي نروح لدميان؟ لا انا مش هقدر النهارده. لو عايز تروح روح انت. انا هطلع الم العشاء وبعدين انام.
ولدي جميل جميل. من فضلك حضرتك ان ده اول واحد هيقوم. على فكره حضرتك كده خسرت الرهان. مش مهم اكسب او اخسر، المهم ان انا انبسطت وانا بلعب اللعبه دي. بس انت كمان لازم يكون عندك تفسير ليا ازاي عرفت الموضوع ده، والا اعتبرها ضربه حظ. لا اكيد طبعا، في اللفه الجايه هوضح لك، بس يكون التانيه. فين السيجارة؟ مالك؟ اتخضيت ليه؟ لا ما اتخضيتش ولا حاجة، أنا غصب عني بس شغل كتير، وكم يوم اللي فاتوا ما بنامش، القلق اللي أنت عارفاه. اتفضلي. اقعد. لا تمام أنا كويس كده. اقعد. أنا مرتاح والله. كنت سرحان في إيه؟ كنت سرحان في ضحى أختي، بس كنت بفتكر لما كنا صغيرين وإحنا بنلعب في دارنا زمان. هي ما كانتش دارنا، هي كانت دار جماعة قرايبنا كنا عايشين عندهم، عشان احنا كنا يتم ما شفناش لا ابونا ولا امنا. كنت انا وهي واحنا صغيرين نقعد نفكر هيجي لنا قد ايه في موسم الحصاد، وهو مع موسم الحصاد ده تبقى المره الوحيده اللي في السنه اللي جبنا فيها حاجه. فانا كان نفسي في برجر، وهي كان نفسها في حلق قشره. موسم الحصاد ده كان الموسم اللي عامل زي الجني كده اللي بيجي ومعاه الهدايا كلها. بس في المرة دي الحصاد كله اتحرق، وصحينا على صويت وصريخ. واختي كانت ساعتها صغيرة وكانت خايفة، وانا كمان كنت خايف. طلعت اجري زي المجنون في الدار وفي البلد كلها واقول لهم خلاص كفايه صويت كفايه صريخ، احنا مش عايزين حاجه. لا انا عايز البلغة ولا هي عايزه الحلق، بس محدش كان بيسمعني. فضلي وصرخ جريت جري على الدار. بعد كده لقيتها خايفه، خدتها في حضني حاولت اهديها ونيمها. نامت. ولما صحيت تاني يوم ما لقيتهاش في حضني. قلت اكيد مشيت، هربت بعيد عني عشان ما قدرتش اجيب لها الحلقه اللي كان نفسها فيها. كنت حاسس بالذنب،
بس بعد كده فهمت اللي حصل. لما الحصاد اتحرق قرايبنا اللي كنا قاعدين عندهم دول حالهم يعني ما بقاش متيسر زي الاول، فخدوها تقعد عند ناس قرايبنا تانيين. يعني حمل واحد غير حمل اتنين. بعدين اللي حصل؟ اللي حصل ان انا قلبي اتقهر، اختي بعدت عني، عشان كده مش هسيب قلبي يتقهر عليها تاني ولا هسيبها تضيع مني. انا مستعد اعمل كل حاجه عشان اساعدك انك تلاقي اختك. يعني ايه الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده؟ انا حضرتك من يومين اصلا ما كنتيش مصدقاني وبتقولي عليا كذاب، فاللي بتقولي ده بالنسبة لي يعني كنتش حتى أحلم بيه. بلاش حضرتك دي، من دلوقتي أنا نازلي صاحبتك، ما بيننا إحنا بس يعني. بس ده يعني بس برضو يعني حضرتك أنا عايز أفهم ليه. بس أنت مش فاهم ليه بتعملي معايا كده؟ حسيت بغارتك على أختي، حسيت. يلا تطلعني. لا ما افتكرش ان انا هعرف انام. طب نشرب سيجاره كمان؟ تحت امرك. قولي بقى يا صديقي، ليه رهانك كان على اللي هيقوم الاول؟ أنا كان رهاني على إن اللي بيقرأ هو اللي هيقوم آخر واحد. عشان منهمك في القراية مش دريان باللي حواليه. لا، عشان تافه. تافه ومش مركز في الناس اللي حواليه. هو بيعمل كده دايماً، وبعدين هو مستعد يقعد لآخر الليل لحد آخر زبون ما يقوم عشان يترك انطباع يعني بإنه بيقرأ، وبالتالي يبقى راجل مهم. ما تفتريش على الراجل، الراجل ما نزلش الكتاب من ايديه، بس في نفس الوقت ما نزلش عينه من على الناس. هو بيعمل كده كل يوم، انا شايفه. ده طلعت راجل نميس. نميس وعلى هوايه. سكينه تعالي تعالي شاركينا. شمدينا سكينه. ميرسي يا هنم، احتمال فرصة تانية عشان دلوقتي عندي شغل. الراجل ده عظيم هايل، حافظي عليه يا سكينة علشان خلاص ده هيبقى ونيسي الجديد. اشربي معانا اتفضلي. الخيال، الخيال يا سكينة. عن إذنك يا هنم. اتفضلي. تفضل يا صديقي. يا سلام لو ورد تفضل طول عمرها رايقه كده معايا. انا كنت استنيت على الاكل والشرب وعلى اي حاجه حلوه ثانيه في الدنيا. انت تستنى على الاكل وانت بتفكر في حاجه غير الاكل يا امين؟ لا، طب اقول لك على حاجه. انا النهارده ما رجعتش من ورا امي للشيف عشان اقول له يحط لي اكل تاني. هو انا بيني وبينك كلت بس ما حسيتش بطعم الاكل، حسيت بطعم تاني خالص، طعمه حلو قوي، حسيت بطعم حنيه ورد اللي دقته بعد كتير قوي. طيب يا سيدي، إذا كان كده بقى ربنا يسد نفسك كمان وكمان. تخيل يا علي، تخيل لو أنا وحدي اتجوزنا. يا لهوي،
يا لهوي. بس يا عم رايح فين؟ ايه المشكله يعني ما تتجوز ورده؟ يا نازلي نازلي هانم. مش قصدي حاجه يعني، قصدي ان ورده من هنا وعلينا سهل تتجوزها. ما تسمع كلام الرئيس صديق وتخرج معاه بكره. لا ما انا خايف بقى عشان تقلب عليا، تكون مزاجها مش رايق وترجع لي مع عادتها القديمه. جرب هيحصل ايه يعني، حتى لو هزقتك يعني على طول بتهزقك. هو انت لا مؤاخذه يا علي، ولو اتكلمت على المواد كده تاني انا هوريك. ما قلتش حاجه، انا اصلا كنت عايز اقول لك على اللي هيحصل. ايه ده اللي هيحصل؟ مش عارف، انت نسيتني احنا كنا بنتكلم في ايه. مش عارف بنتكلم في ايه. انا اكيد كنا بنتكلم عن ورد. اخرج مع ورد ازاي علي؟ يعني ايه تخرج مع ورد ازاي يعني؟ عادي قول لها عايز اخرج معاك واخرج معاها. اصل انا ما اعرفش اخرج معاها نروح فين ولا نتكلم في ايه. أنا كنت بحب ورد بالفرقة بس، لكن النهاردة لا مفيش زي النهاردة. بصت في عينيا وضحكت يا علي. يا راجل طيب أنا كده بقى أكيد حست. مدام ضحكت يبقى اكيد حس. انا مليش نصيب احس بقى ولا ايه؟ تحس بقى يا علي ما تلم نفسك. فيها مين؟ انا بتكلم عن نظري. نظري هانم؟ بس هي كمان قالت لي انها حست. حاسه انها عايزه تساعدني. طب اسمعني بقى كويس يا علي، نزلي هانم طيبه وقلبها كبير وحنينه قوي، اسالنا انا عارف وممكن تقف جنبك وجنب غيرك ما دام قادره. يعني الموضوع ليه علاقه بعمل الخير مش اكتر من كده. فكر نفسك بده بقى كويس عشان ما تاذيش نفسك. يلا يلا بقى. ايه يلا نمشي عشان الحق ننام ساعتين قبل ميعاد الشغل. لا روح انت، انا اقعد مع نفسي شويه. طيب ما تاخرش. علي